تقدر تجاوبنا السي عادل اش كان كيدير تما؟ انا والله ما كنت تما بالله ما في خباريش. صيفط لي اخو هذا الفيديو نشوفوا هذا الايتمنه اللي دخل لها التيران الحكام والله خما شفتو بالله. صيفط لي ونقول لك مرحبا. والعماري ما تقدروش تهضروا على ايتمنه اللي دخل عند الحكام. ايتمنه مسطي فاق الصباح ويقول اش غندير ما غندير غندخل عند الحكام. مزيان السي عادل، واش القانون يسمح لايتمنه يدخل في ميطا عند الحكام؟ لا، ما عندوش الحق يدخل عندهم لا في ميطا ولا في يسالي الماتش ولا المهم. انا ما تان هو كادير شفنا هذا الفيديو هذا ولا نشوف. صيفطوا لي الفيديو نشوفوا هذا ايتمنا جدا يدخل عند الحكام. سيدي مرحبا. حليت التليفون ونلقاو هضروا على ايتمنا دخل. الحدث هو ايتمنا دخل عند الحكام فقال لك في ميطا، ياك في ميطا دخل عند الحكام. السي العماري حرام ايتمنا يدخل عند الحكام في ميطا. ميطا واش الناس كلشي كيهضر على ايتمنا دخل عند الحكام في ميطا؟ هاو 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 شكون الحاج اللي تقول صيفط لي الفيديو؟ عاقول لي انت شكون اللي غتقول؟ شكون عطيني شي حاجه قول. ايتمنا قال لك انا دخلت عند الحكام. لا شكون اللي صيفط لي؟ شكون اللي غتقول صيفط لي؟ بالحودي والله انت معلم والله انت كاين انت سيف والله الا حسكا معاه بالعودي والله معلم والله بالعودي كيتكلف بلاصة المستمعين وكيصيفط ليا كيصيفط ليا ها هو عندك كاديغ دوزو ها هو عندك تسنى دوز ليا والله الا كاين بالعودي. كنشكرك سي بالعودي ميرسي بوكو على هذه المعلومه الطيبه. دوز لينا شوفوا ايتمنى اللي دخل سيدي الميطا. شوف الحاجه ها هو ايتمنى خارج. فين هو الحكام؟ فين هو الحكام؟ ما عرفتش انا. اولا السؤال باش عرفتوا هذاك في السير ديال الحكام؟ ثانيا باش عرفتوا هذه ميطا مكتوبه شي ميطا في شي بلاصه؟ بالي الناس راهم ها هو هذاك الباب اللي خرج منه ايتمنا بان لك فيه الحكام كاطيخ بان لك فيه شي حكام. بان لي واحد ولا اليد لابس الكحل واقفين مع شحم واحد واقف تما هذوك اللي لابس الابيض ديال هذاك بالي ديال تطوان. هذاك السيد ها هو مرباح واقف في الباب وهذاك اللي داخل هذاك ديال تطوان هذاك مسؤول في تطوان. علاش بان لكم هذه يمكن قبل انطلاق المقابل باش عرفتوا هذه بعدا ميطا؟ هذا هو السؤال. باش عرفتوا هذه ميطا مكتوبه ميطا تما؟ دابا في ميطا الباب البيبان كاع محلوله. لا حول ولا قوه الا بالله. واش غنقول لكم اللي بانت لي هذه ميطا يقولها لي. بانت لك ميطا الحاج؟ انا كان شوف انا دو معايا في التيران نضرب وتبع هايدا لي واحد بنادم كيروج واحد ضحك واحد كيخنزر واحد ضحك علاش خنزر على هذاك الشيء؟ هو دابا احنا دابا شفنا هذا الفيديو من الصباح هما مصدعيني علاش ايتمنى ما ايتمنى هذاك. ها احنا كنشوفوا في الفيديو ها عاودوا كادير هذاك الفيستي اللي خارج منه اللي ها هو مربح خرج ها وما شوف لداخل شحال كاين واحد لابس قميجه بيضاء ها ايتمنى غيخرج مع من كيهضر وتما كاينين واحد ثلاثه ولا اربعه لابسين البيض وكيهضروا بان لكم غا ايتمنى هذوك الاخرين شكون هما هذوك؟ باش عرفتي هذه بعدا ميطا؟ خليونا نهضروا في الكره عاوتاني بدينا عاوتاني زعما هذا الاربيط هذا هذه بعدا ماشي ميطا. انت شوف الحاج هذه ماشي ميطا امبوسيبل تكون هذه ميطا. والبيبان بان لي كلشي محلول هذا الباب اللي علي من محلول على الله يصير محلول. ايوا المهم هالمرة فاش تبغوا تجيبوا شي معلومة الله يحفظكم جيبوها صحيحة بقاو تجيبوا لنا خوال الخاوي. اون بليس ما نظنش ان الحكام في ميطا غيهبطوا يدخلوا غيخليوا باب محلول غيدخلوا غيسدوا عليهم وايتمنى ماشي حمق غيجي ويدخل باب على هذاك باب محلول. شتي الحاج باب محلول بعد غادي يكون ديال الحكام وفي الاول الماتش مشى سلم عليهم مشى هضر معاهم قبل المقابلة باقي ما بداش الماتش كيجي يسلم عليا نسلم عليك وذا. اما هاد الهضرة ديال دخل عندهم في ميطا وشت بالكم ايتمنى دوك الجوقة اللي كاينة لداخل ما بانتش لكم ما محسوباش هذيك.